السائلة مريم عين ميم من حائل تقول لي أخت دائما تتمنى الموت، فما الحكم في ذلك فضيلة الشيخ، بماذا توجهونها مأجورين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إذا كان لا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فلا يجوز تمني الموت، بل على الإنسان أن يصبر على ما يصيبه، وحياة المؤمن خير له لأنه يتزود من الأعمال الصالحة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يدري ماذا يكون له بعد الموت، فلا يتمنى الموت إلا إذا خشي على دينه، إذا خشي على دينه فإنه لا بأس أن يتمنى الموت أو يدعو على نفسه بالموت فرارا بدينه من الفتن التي يخشى عليها، التي يخشى على دينه أن ينصرف عنه. نعم.